بداية الاحتفالات بسبعينية الترجي بانتصار عريض على حساب اتحاد المنستيري والترشح إلى الدور نصف النهائي. نتيجة 4-0 ذكرنا بنفس النتيجة اللي انتهت عليها مقابلة الإياب بملعب شيرلي زويتن، لكن السيناريو تغير نوعا ما هذه المرة. في اتحاد المنستيري صمد طيلة الشوط الأول بتوخيه الضغط على المنافس وفخ التسلل لوضع عراقيل أمام هجومات الترجي، ولتدعيم ذلك كان العجيلي قلب هجوم المنستيري يرجع للدفاع كل مرة ينزل فيها بن يحيى للهجوم. ورغم الهدف اللي باش نشاهدوه توا للتلمساني في الدقيقة 37، المنستيري ينجح في التصدي وقام كذلك ببعض الهجومات المعاكسة عن طريق عدنان. هذا هدف التلمساني كما قلنا، توغل من اليمين على اليمين من هيثم عبيد، مر الكرة للتلمساني اللي يدور ويلقى الوقت باش يسجل الهدف. قلنا رغم هذا الهدف قام المنستيري بعدة محاولات وهجومات معاكسة عن طريق عدنان العجيلي والزرافي والقشابي لكن بدون جدوى. خلف هذا الانتصار العريض نلقاو اللاعب هيثم عبيد اللي وجه له الدعوة للممرن القومي للتربص القادم بجبل الوسطى. عرف عبيد النجاح كامل في كل عملياته وكان وراء هدفي التلمساني. في الشوط الثاني انقص مردود المنستيري ويعلل هذا الممرن جيرات بخروج المدافع سلام في الدقيقة 63 وبالضغط اللي عرفوا زملاء بوزقرو في آخر مقابلات البطولة للابتعاد من مركز البراج. مع هذا التفسير يعترف الممرن الألماني بقوة الترجي وصنعة لاعبيه. هذا الهدف التلمساني الثاني، تمريرة أولى من هيثم عبيد وتمريرة ثانية من ذكية من طارق ذياب، والهدف الثاني للتلمساني. بعد الهدف الثاني رد فعل المنستيري كان عن طريق الحبيب بوزقرو والقشابي، لكن الحارس شكري الواعر يتألق ويضع حد لنقد بعض الملاحظين بعد ما قبل العديد من الأهداف في آخر البطولة. أمام صمود الواعر، هذه قطفة من القشابي، أمام صمود الواعر استسلم زملاء العجيلي وقبلوا زوز أهداف أخرى. هذه قطفة أولى من بن يحيى، بتشوفوا محاولة أخيرة للاتحاد المنستيري من العجيلي لكن الحارس الواعر يقتنص الكرة. ويجي الهدف الثالث عن طريق فدو، الكرة من طارق الهيثم عبيد يتوغل على اليمين تتفكله لكن يتمكن من تمريرها لطارق مرة أولى، يهزها تمريرة ذكية من طارق فارح الفدو قذفة رأسية والهدف الثالث. هذه محاولة إعادة. يقول ممرن الترجي أن هذا الانتصار أحسن تحذير لمقابلة كأس إفريقيا اليوم السبت المقبل أمام مولدية وهران. أما في خصوص نبيل معلول يضيف الممرن نتاعو أنه بإمكانه تعزيز التشكيلة في وهران في مقابلة العودة. هذا بداية عملية الهدف الرابع، توغل من التلمساني يمررها لطارق اللي يلقى الوقت باش يسجل الهدف الرابع. أظهر إمكانيات عريضة في هذا الشوط الثاني الترجي الرياضي، تمكن من تسجيل 3 أهداف كلها جميلة. على إثر هذه الركنية تصطدم الكرة بالخميري ويعلن الحكم جربي عن ضربة جزاء ينفذها القشابي لكن يتمكن الحارس الواعر من التصدي ومد الكرة طويلة لطارق الخالد بن يحيى، لكن خالد بن يحيى ما يتمكنش من إضافة هدف 5.